إلى مصر. يأتي قائد الجيش السوداني في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان. استقبال رسمي وفقا للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، ولقاء رسمي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر بشكل لا لبس فيه عن استمرار اعتراف مصر بشرعية الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة مجلس السيادة السودانية، وهو موقف واضح من القاهرة يختلف عن مواقف دول أخرى مثل كينيا وإثيوبيا التي تساوي بين طرفي الحرب وتزعم أن هناك فراغا في السلطة السودانية. فوجئنا بتصريحات أبي أحمد أنه هنالك فراغ سياسي في الدولة السودانية، هي تصريحات مبطنة لقضايا أخرى ولأشياء أخرى، لكن هي تصريحات غير موفقة. ولعل زيارة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني للقاهرة جاءت ردا على تلك المواقف، والتأكيد أن هناك دولا إقليمية قوية ما زالت تدعم القيادة السودانية. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها. رغم أن دعم القاهرة للجيش السوداني معروف، إلا أن مصر تؤيد أيضا حلا سلميا للصراع في السودان لتجنيب البلاد مصيرا مظلما طال دولا قبلها في المنطقة. قبل تلك الزيارة كانت ساحة المعارك في السودان تشهد تحولا كبيرا، إذ استطاع البرهان الخروج وفك الحصار الذي كان مفروضا عليه لأكثر من 4 شهور، وفاجأ الناس بتجوله بين قواته في الخرطوم وأم درمان وعدد من مدن البلاد. أنا بأكد أنه أنا مرتب من القيادة العامة دي ما بيزول قدم لي مساعدة، ولا مرتب صفقة، ولا مرتب أي اتفاق. مرتب الجيش ده عمل عسكري مرتب قامت به القوات المسلحة وقامت به وحدات الجيش. تلك الجولة التي عكست ثقة الجيش وتقدمه على الجبهات التي يقاتل فيها جاءت بالتزامن مع مبادرة طرحها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو، دعت إلى وقف الحرب وتأسيس جمهورية فيدرالية وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى عن السياسة. لكن البرهان الذي تجول بثقة بين جنوده وصل إلى قاعدة فلامينغو في بورت سودان على شاطئ البحر الأحمر ليعلن من هناك موقفه من قوة الدعم. نحن ما عندنا كلام، والمجال ما مجال كلام الآن، نحن مكرسين كل جهدنا، مكرسين لإنهاء هذا التمرد. اختار البرهان إذن استمرار الحرب حتى إخراج غريمه من المشهد، مستندا لتماسك المؤسسة العسكرية ومعتمدا على دعم شعبي لا يستهان به، وأيضا اعتراف واضح بشرعيته من الدولة القوية المجاورة لبلاده مصر. مقتنعين بأن النصر آتي، واثقين في جندنا، واثقين في قواتنا، واثقين في شعبنا، وكل وحداتنا في كل مكان واقفة وقفة واحدة عشان تهزم هذا التمرد. ومصر لها مصلحة استراتيجية في أن يكون السودان قويا وله جيش متماسك، فهو بلد مجاور ترتبط معه بحدود طويلة، وللبلدين أيضا مصلحة مشتركة في ملف سد النهضة، وكان التنسيق بينهما وصل لأعلى المستويات سياسيا وعسكريا للتعامل مع هذا الملف الحيوي للقاهرة والخرطوم. وبينما لا يظهر غريمه إلا نادرا، يتجول البرهان بحرية ليرسل رسالة مفادها أنه ما زال الطرف الأقوى في الصراع الحالي. لكن يبقى السؤال عن مدى قدرته على كسب معركة معقدة وطويلة، وهل بإمكانه الاستفادة من زخم التحركات الحالية لإحراز انتصار حاسم ينهي الحرب لصالحه؟